شدوا الحق وين؟ الله. باسم الآب والابن والروح القدس له واحد أمين. نعود إليكم مرة أخرى مع خادم الرب هاني جرجس الذي أعرفه من سنوات طويلة. ما وجدت في كلامه أبدا نوعا من الكذب ولا المبالغات ولا إغراء النبوءات، إنما كان يتكلم دائما بالروح، وكنت أثق في كلامه وأحيانا أجادله وأحاوره وأختلف معه حتى أصل إلى الحقيقة معه. أعزائي المشاهدين، هذه أيام صعبة، تقريبا كل شريط لي أزيعه على حضراتكم أقول لكم إنها الساعة الأخيرة، إننا في نهاية الأيام، واليوم يؤكد لنا خادم الرب هذه النبوءة التي أقولها بالروح في كل حلقة: نحن في نهاية الأيام، وفي أسبوع الآلام الذي يبدأ بعد غد أو غدا، يسرني أن أقدم لكم هذه النبوءات وأفتح هذه الصفحة مرة أخرى مع خادم الرب هاني. كنا قد التقينا به منذ أيام، أسابيع، أعتقد 3 أسابيع، ولم يكن الصوت واضح. وقبل أن أتكلم أقدم لكم كي نصلي معا قبل بداية الحلقة. تفضل أستاذ هاني. تفضل حضرتك. بسم الآب والابن والروح القدس له واحد أمين. يا رب يسوع المسيح، احنا بنشكرك، نمجد اسمك، نعلي شأنك، جايين يا رب نسمع منك اليوم يا رب على لسان خادمك. أرجوك يا رب سمعنا اللي انت عايز تقوله، مش اللي عايز يقوله خادمك. ادينا رسالة اليوم يا رب، احنا قلوبنا مفتوحة، عقولنا مفتوحة، عايزين نسمعك لتتكلم أنت وليصمت الجميع يا رب. أرجوك يا رب تكلم إلينا، تكلم يا رب، تكلم يا رب، فإن عبدك سامع. نريد أن يسمع الناس صوتك الآن في نهاية هذه الأيام، في الأيام الصعبة، في الحروب، في المجاعات، في كل الضيقات التي تمر على العالم وعلى مصر خاصة. خليك حاضر في المشهد يا رب، لا تجعلنا نتكلم من أنفسنا. ادي بركة لكل المشاهدين أن يستمعوا إليك. أشكرك يا رب، لك المجد الدائم من الآن وإلى الأبد ولا ظهر ظهور. آمين آمين. حبيبي أستاذ هاني، أنا عايز أسمع منك ملخص سريع لما قلناه الحلقة السابقة، لأن الصوت ما كانش واضح والناس عايزة تسمعك. هل الصوت واضح حبيبي كده؟ تمام، نشكر ربنا زي الفل. طيب يا أبويا، حضرتك وناس كتير غير حضرتك، فأنا رحت بلاد كتير
القدس وفلسطين والسويد وألمانيا وسوريا ولبنان، كل قص أو راعي بيسألني نفس السؤال، إيه اللي يأكد كذا، إيه اللي يأكد نبوءة؟ أقول له حبيبي ما فيش إجابة، زي ما فاتح قلت لحضرتك، غير الروح تفحص كل شيء. أمثلة الكتاب المقدس واضحة جدا. المرة اللي فاتت جبت سيرة فرعون، إيه اللي خلاه يصدق يوسف ويقول هل نجد إنسان فيه روح الله في خلال 10 دقائق، وناس ظل السيد المسيح يكلمهم سنين، والحوارات اللي في إنجيل يوحنا من 5 ل 8 اللي خلوهم مش قادرين يصدقوا. شافوا إقامة موتى، أخنوخ ما شافش حد، ولا فرعون ما شافش حد حصلت له معجزة. اللي يخلي أهل نينوى اللي ربنا قال سيدينه هذا الجيل، أهل نينوى ما شافوش حاجة، يعني حتى يونان ما قال لهمش، ده مش ما قال لهمش. الكتاب بيقول كانت المدينة مسيرة يوم واحد، آسف، مسيرة 3 أيام، وصار يونان مسيرة يوم واحد، يعني حتى ما راحش للملك. انت خد بال حضرتك، يعني مسيرة المدينة كانت على مسيرة 3 أيام، صار يونان مسيرة يوما واحد، يعني ده معناه أنه ما راحش لغاية قلب المدينة وما قابلش الملك. طب إيه اللي خلاهم يؤمنوا؟ إيه اللي خلاهم يصدقوا؟ نرجع تاني، الروح يفحص كل شيء زي ما قال في الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح 2. فهي الموضوع إيه اللي خلى فرعون يقول هل نجد إنسان فيه روح الله؟ يا عم ده بيقول لك حاجة تفوق العقل، ده بيقول لك 7 سنين، كلام يعني يبدو إنه هو طرفة. إيه 7 سنين وسبع سنين؟ أيوة، إيه اللي يخليه وناس تانية تشوف إقامة موتى؟ صدق الإنسان بيخلي الإنسان زي فتح باب، صدق الإنسان بيخليه فتح الباب لله. يعني أخنوخ لا كان في كتاب مقدس ولا حتى شاف واحد بيعبد الله، ده ما شافش حتى واحد ساجد، ما شافش حاجة، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد. وإحنا عندنا كل حاجة، وناس عاشوا مع المسيح، وناس أيام موسى شافوا شق البحر. يعني تقارن أهل شعب بني إسرائيل بأخنوخ هتلاقي ما فيش مقارنة، هتقارن اليهود اللي عاشوا مع المسيح بأخنوخ ما فيش مقارنة، هتقارن السامرية اللي متجوزة 6 رجالة في 10 دقايق. فهي الموضوع يرجع إلى يعني الإنسان لو هو طالب أن يعرف من الله، طالب من الله الحق، هيحط فيه سيصير الجميع متعلمين من الله. ده في إنجيل يوحنا إصحاح 6، ده أطول إصحاح في العهد الجديد كله، إن ما كانش أطول إصحاح في الكتاب المقدس كله على الإطلاق. إنجيل يوحنا 6، المسيح عاد وزاد في حتت جوهرية، سيصير الجميع متعلمين من الله، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلي إلا ما يكتسبه الآب، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. فهو الموضوع معتمد على الشخص، مش ان المسيح يجي تاني. المسيح لو جه تاني او يوحنا عدان في الكنائس هيطردوه واحد عريان وحطت حتة جلد على حقبه، مش هيدخلوه. لو يوحنا المعمدان جه حاليا يرجع تاني حاليا، مش هيرضوا يدخلوه من الكنيسة. لو يوحنا عدان راح اي دير مش هيرضوا يدخلوه ومش هيسمعوا له، الا اللي فعلا طلب من الله ان هو يفتح عيونه. فتح العين دي مش حكاية معجزة فيزيقية عملها المسيح من 2000 سنة، لا. فهي الموضوع معتمد كله على شخص، كل مجد ابنة الملكة من الداخل، أخت العروس جنة مغلقة، جوه الإنسان في ملكوت، يا إما يدخل المسيح فبيعي بالمسيح اللي فيه بالروح يشوف. غير كده لو جه المسيح تاني وأقام موتى هيرفعوا حجارة ويرجموه. هي لا يستطيع أحد أن يقول يسوع ربي إلا بالروح، إلا بالروح. قضية منتهية، أنت من جواك عايز الحق. أنا عايز بس تمام، المقدمة الجميلة الرائعة دي مهمة لكشف خفايا وخبايا نبوءات الأيام القادمة. لكن قبل ما أدخل على خبايا وخفايا النبوءات القادمة أو النبوءات الجديدة، عايز بس أسألك آخر ما قلناه من نبوءات الحلقة السابقة. السيد المسيح من 20 سنة وراني حاجات، يعني تتابع حاجات كتيرة قوي، قال لي ومفهمني من زمان. أنا قعدت فترة في صحراء وما حدش يعرف حاجة عني 5 سنين تقريبا،
وراني حاجات كتير، وراني ان حجر بيقع بيتدحرج بين جبلين، قال لي دي امريكا لان هي بقت اصل الشر، هي دي بابل اللي مكتوب عنها في الكتاب، عبادة الشيطان واكلوا لحوم بشر واطفال وذبح ذبائح للشيطان، يعني دي اساسها في امريكا، وانتشرت ورعاة كمان فيها، ومش ده الموضوع بتاعنا. فالله بيجي عند وقت معين زي عند سدوم وعمورة، انتظر وكان ليه حكمة، في يوم معين نزل نار. جاء عند الناس أيام نوح، هو يوم معين بيجي طوفان. فقال لي إن في وقت للقضاء لأن الشر وصل لذروته، والناس مش شايفة كده، يعني الناس مش حاسة. يعني أنا لما قلت إن هتيجي دي على مصر، رعاة تهكمه لو في روح، ما بقول لهم فين الروح اللي تبحث، طب لما يحصل إيه هيبقى إيه رد فعلكم، هيبقى إيه شكلكم؟ طيب ماشي، ما بس أصل المشكلة فيما يتعلق بسقوط أمريكا، هتسقط، هتجيبها روسيا، هتجيبها على الأرض. كل إنسان بيتكلم الإناء ينضح بما فيه، وبيتكلم عن الخلفيات بتاعته، خلفيات النفسية، خلفيات التعليم اللي تعلمه، حتى لو تعلم أشياء سلبية اللي رسخت في عقله. ردود الأفعال كتيرة جدا. أنا لما من 10 سنين حطيت بيتنا القديم اللي في سوهاج، واحدة بعتالي بتقول يا سلام مصور في ريتشي هاوس في مكان طب ما ريتشي هاوس في مكان ده، ما في يوم من الأيام ممكن يجي يفضحني يعني. أو لما اتغير شكلي، كان شعري خشن جدا بقي ناعم، جي واحد وبيقول يعني حاولوا ما تستخفوش بالناس، افتكرت العبارة ده معياره. طب ما الشخص اللي شعره خشن ده لو جبته أنا ومديله فلوس، طب ما في يوم من الأيام تبقى فضيحة. ده معايير الناس. أنا عايز أوصلك، أنا مش بتكلم عن الناس دي لأن أنا مت ومت ومت، الناس ما اختبرتش يعني اللي في المسيح خليقة جديدة، حتى تجددوا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الذهن نفسه بيتجدد. الناس ما اختبرتش يعني بيقي، ما فيش تفكير فيه غير في السماء، ما عندوش تفكير غير في السماء. أما نحن لنا فكر المسيح، وإن كنتم قد قمتم فاطلبوا ما فوق حيث واهتموا بما فوق. الناس عشان مش عايشاها مش مصدقة إن نوح فعلا كان تفكيره في السماء، إن يوسف وناس كتيرة وأرمية ما كانش هممهم. عشان أبقى صادق في البداية ممكن كان هممني، عشان أبقى صادق من 10 سنين في ألم، بيبقى كان في ألم وجروح، لكن أنا الوقتي مش منتظر حد يصدقني أو ما يصدقنيش، أو يعني ردود الفعل عندي هتشبعني أو ردود الفعل الوحشة هتألمني. لا، اللي ميت ما تفرقش معاه حاجة، زي ما قال أنبا مقار، روحوا اشتموا ولا أهينوا الميتين وبعد كده ارجعوا امدحوهم وشوفوا ردود الفعل. اللي ميت يشعر باللي أنا بقوله لحضرتك. ففي ناس مش حاسة بالكلام ده. أنا فعلا غيرت بيتي كتير جدا، كانوا عايشين برا، كل ما يجي يزوروني، أنا ممكن أكتب لك أسامي ناس في الوطن العربي وبرا، كل ما يجي يزوروني بيلقوني في بيت. يعني كل شوية كل سنة قال لي ربنا لي 20 سنة مليش مكان. فلما حد شاف بيتي في الآخر قالوا مستحيل. ليه؟ لأن ده معيار الناس، مستحيل واحد عنده مكان راقي أو يرضى يتمرمط. ما حدش شاف قبل كده أنا سيمون كحياة عملية، ما حدش شاف ماكسيموس وديمديوس أولاد ملوك، فما حدش شاف. ربنا قال لي في الآخر أنا عايز حد بس يشوف حد وضع نفسه، مش باع كل ماله. ما أسهل أن الواحد يبيع كل ماله، لكن يوضع نفسه لا بتتعلم ولا متعاشى. فعشان كده صورة المسيح نفسها ضاعت. فربنا عايز حد كان يعيشها عملي صحيح، بيت في وش المدفع. كل طياراتك ولوجك زي ما قال داود يعني نزلت ووقعت عليا، لأن الحروب كلها شرسة. الشيطان عايز يفترسني لأني عارف أن في ناس بتتأثر بالكلام وبحياة عملية. يعني سيرة قديس ممكن تغير ناس أكتر كتير من مئات الوعظات، لأن شايفين عايزة عملية. ده اللي كان عمله المسيح، ده اللي كان عايز يورهن. أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، ده الغاية والهدف من فكرة التجسد الكلمة. آه. الناس بتقول يسوع قام، يسوع خلصنا. أيوة، طب الطريق، أنا هو الطريق لإيه؟ الطريق اللي رفع الخطية وخلاص. أيوة، المسيح رفع الخطية صح، لكن هو ما خلانيش قديس وكامل، ده طريق لازم أجهده. هو ده اللي علمه بنفسه وده اللي علمه لي، بس الناس مش وصل لها المعلومة دي.
أنا عايز أركز على أغلب المسيحيين مش فاهمين فكرة إن كل موقف في الكتاب المقدس هو مش قصة تاريخية. حنان وقيافة اللي صلب المسيح دي مش قصة تاريخية، ولا يوسف واللي حصل مع فرعون وإن واحد بيحب الله والله ساكن فيه زي يوسف ووقف قدام فرعون وفرعون في الآخر شاف حلم، ده مش قصة تاريخية. ولا اللي حصل مع أرمية ونوح قصة تاريخية. نوح لازم في قصته لازم ربنا بيأكد لي أبني الفلك، ويوسف لازم أعرف إن لازم أعيش العفة بالشكل ده، وإن الله مهما أنا اتظلمت حتى لو ما حررنيش في العالم، أو المهم إن هبقى صورة للمسيح تاني طول ما أنا مستمر أمين ووفي مع الله. فكل موقف دي مش واصلة لكل المسيحيين. هكذا المجاعة، هكذا رئيس المتكأ يستخدم بوتين أو صديق بوتين، ده مش قصة زمان فرعون وخلصت، أو نبوخذنصر وخلصت، أو مش عارف أحشويرش. لأ، كل حاجة لازم يبقى في كل زمن مسيح تاني وعذراء ويوسف نجار، لازم في كل زمن يوحنا حبيبه، لازم في كل زمن فرعون. لازم لما بيحصل البعد بتتعاد تاني قصة فرعون، لما يحصل اللي الناس مش سامعة الله بيحصل تاني قصة الطوفان، لما الناس تتجنن بقى خالص بيحصل سدوم وعمورة، النار اللي بتنزل هتنزل. ده اللي ربنا مرهولي ومفهمولي من 20 سنة إنها هتنزل نار على أمريكا. إزاي معرفش، بس ابتدى يكشف للأيام دي إن بوتين هو اللي عن طريق هو وحد تاني هيتفقوا، لأن فعلا الشر بقي فوق العقل، فوق المحتمل اللي في أمريكا. حتى رعاه وأسقف وبابوات بيروجوا لعبادة الشيطان، في إيه تاني؟ فهي وصلت للذروة. بس فالتاريخ اللي يفتح الكتاب هيشوف إن الله أمس واليوم وللأبد، أعماله أمس واليوم والأبد، هو نفس الروح، هو نفس طريقته، العدل والرحمة والحكمة والصرامة هي الله، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ففي كل أيام حياتنا برضه هو بنشوف الله بمعاملاته مع الناس أمس واليوم والأبد، ودي اللي الناس مش فهماها. يعني في مقدمات في اقتصاد فعلا بدأ يتهاوى، نحسه احنا الغلابة لما نروح نشتري جروشري، نشتري بقوليات حاجات البيت، نلاقي الأسعار بقت الضعف فجأة. ولسه يعني أنا لم ألتفت إلا امبارح وأنا بشتري صلصة وبتاع ده ومكرونة، ألاقي الأسعار إيه ده كانت إيه؟ مصر في الصعيد ممنوع تشتري كذا لتر زيت فجأة ومرة واحدة. العملية أنت تبقى $150 ونص علبة لا في ده الكلام ده كان بتاخد الكرتونة بالجملة. مفيش الكلام ده، محدش يصدق من كام سنة إن ده هيحصل، محدش يصدق. احنا بنعيش والناس برضو غلق عيونها، الناس مش شايفة. في اللي بدأ والأغلبية بدأوا يحسوا بشيء مش طبيعي، الغلا مش طبيعي، وياريت ده هيجي وقت كمان في مصر بالذات هيبحثوا الناس عن الرغيف العيش والمية. طب خلينا أدخل على مصر، خلينا أدخل على نبوءاتك الجديدة، وانت بتتكلم مع واحدة من بناتك. كلنا لا، ما فيش حد بنات، كلنا واحدة عندها قدرة على الرؤية، يعني عندها فيجن أكتر من حد، بس في كذا حد مديله موهبة أكتر من التاني. اللي بتكلمك كنت بعتلي بعض التسجيلات عشان بس الناس تصدق اللي احنا بنقوله. اللي بتكلمك وانت بعتلي بعض التسجيلات، طبعا أنا ما أقدرش أزيحها لكن هسمعها منك. النبوءات الجديدة التي تنبئ عن خراب وضيقات ودم. طبعا الدم الأنبا أبونا أرسانيوس الشهيد ده يؤكد ما صدق ما تنبأت به في دم لا مئات الأضعاف اللي أنا شفته هيدخله على وادي النطرون وفي انفجارات وأشلاء. ده مش رؤية، قلت القداسة البابا شنودة، ده مش حلم، مش رؤية، في رؤى بشوفها ببقى مش عارف فعلا، وكتير قلت كده من 10 سنين ببقى مش عارف بالتحديد ايه ده، لكن في حاجة بعيش الزمن.
فالحكاية هياخدوا أساقفة ده زمن، هيدخلوا ياخدوا البابا ده زمن، يعني حاجة حصلت زي قتل أو الشغب اللي هيحصل في دير الأنبا مقار، قلت في التسجيل ده من 10 سنين، ده زمن في حاجة هتحصل في دير الأنبا مقار. بعديها بعد ما سجلت بعشر سنين بسنتين ثلاثة أربعة صعب أفتكر، شفت إن في واحد هيقتله، رحت له واللي بيكتب لي على الخاص وبقول له مين الاثنين الرهبان اللي كانوا معايا كمان. طيب دي صورتك وانت بتقابل بابا شنود وبتقول له الكلام ده. بالظبط. بيبص لك بصه برضو ايه قلت له كم نقطه، سكت. قلت له يا سيدنا، هل المسيح طلب من تلاميذه نظام معين بتيجان وهيئات ومؤسسات زي بابا روما؟ هل الله طلب كده؟ سكت. قلت له هل الله قال لناس زي يعني في روسيا وفي كل حتة إن لازم يكون رئيس بمعايير البشر وليه تحتيه سفراء من المسيح؟ بيقول أنا بينكم كالخادم. فسكت. فقلت له طيب كم واحد زي يوحنا المعمدان الوقتي، زي بولس الرسول، زي أنبا أنطونيوس؟ أنا عايز أركز على إنك أنت أخبرته برؤيتك دم هيجي على مصر أو بنبوءاتك وهو يعني ما كذبش لا طيب خلاص خلينا بالعكس. الراجل قال لي طب تعال لي مرة تاني في هدوء، رحت له مرة تاني وقعدت معاه فترة، قلت له في الكاتدرائية هنا شفت انفجار وشفت نار، قال لي ايه بالظبط؟ قلت له ما عرفش، يا إما حد هيولع قنبلة. وفعلا حصلت في البطرسية، في حاجات ببقى مش عارف بالتحديد تفاصيلها. بعدين عرفت التفاصيل بس كان ما قدرتش أقابله تاني. قابلت الأنبا بخوميوس بعديها وقلت له، كان يوم 3 أو 4 يوم الحد حصل، بقول له فيه هجوم على الكنائس دي اللي اتحرقت، كنائس كتير جدا. أنا كنت عنده قبل الموقف ده يا يوم 4 يا يوم 3 وحصل الحد ده. يوم ده أيام مرسي أعتقد يا أستاذ هاني، تقريبا كان ايام مرسي حاجه زي كده. صعب جدا. لكن انت ترى ان هناك ضيقات جديده، ما فيش حاجه حصلت بالمقارنه باللي جاي، ولا حاجه حصلت. اللي هيحصل شفت انفجارات في وادي النطرون، شفت هيدخلوا ياخدوا البابا والمسيح. هياخدوا البابا. استنى بس علي. هياخدوا البابا. يا ساتر يا رب. ومحدش هيصدق غير لما يحصل. وده قريب يا هاني استاذ هاني ولا بعيد ولا ما بعرفش الزمن يا ابويا، بس احساسي قريب قوي. يعني طب مين هم برضو ما بعرفش. ارهاب. بص يا ابويا. انا فاهم. انا بتكلم وانا عارف انت بتقول ايه. ارهاب. معرفش مصدره. أوصل الصورة للناس. أوكي. اللي بتسمعنا. أنا بشوف الموقف بس ببقاش عارف ده إيه، يعني جاي من إسرائيل، جاي من معرفش، يعني مثلا داعش معرفش. أنا شايف إرهاب داخلين من الباب الخلفي وبينطوا، دخلوا خدوا البابا، خدوا الأنبا روفائيل، شفتوا ميزته زمان من 10 سنين مش مميز مين بالتحديد، يعني كل شوية بشوف بالتحديد. خدوا أساقفة في الصعيد، نواحي أسيوط يلمنيا، حاجة زي كده، لكن مش محدد. خدوا كذا أسقف، دخلوا على وادي النطرون، شفتهم بيرموا قنابل، ده كان دقيق جدا، انفجارات في وادي النطرون. والضيقة كمان كذا ضيقة في الوقت ده، هتحصل مجاعة، يعني الناس بعدت وهي مش دريانة انها بعدت. يعني لما المسيح بيقول ببساطة في موعظة على الجبل، كونوا كاملين كما ان أباكم الذي في السماوات هو كامل، مش مفيش حد دلوقتي بيسعى للكمال، محدش بيفكر في الموضوع، ما حدش طلب من الله يفتح ذهنه يفهم ايه البناء اللي يوصل للصورة دي، صورة الكمال. ما حدش طلب حتى يفهم. يعني انت واخد بال حضرتك، مش ان الناس لا تسعى للقداسة والكمال، الناس ما انشغلتش، ما اهتمتش، هي زي ما هي الدايرة، يعني بقيوا عبيد. يعني في آية كنت عايز اقولها لحضرتك، في موجودة في غلطي 4، ان اللي هي إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم لآلهة ليس بالطبيعة آلهة. يعني احنا بقينا عبيد لرؤساء لمال، الله ما بقاش هو حتى يعني درجة ثالثة ولا رابعة، ومش دريانين. طيب انا برضو واقف قدام الضيقات التي سوف تأتي على مصر، والدم الجديد المراق على أرض مصر. في مقدمات بتقول ده،
وفي مقدمات بتقول غير كده. يعني في مقدمات بتؤكد ان في دم جديد بدليل اللي بيتخطفوا القس الجميل اللي اتقتل على الشاطئ البحر في اسكندريه. سمعت عن عمر سمعت يعني في حاجات دي اشارات اكيد اشارات لا احنا في عصر السيسي في امان وفي امان. ملوش دعوه السيسي دي خطه الله ملوش دعوه السيسي. انا دايما قلت لحضرتك زي مره فاتت بتقول لي مسلمين وكده منهم ملوش دعوه القضيه فيا انا ملوش دعوه فرعون القضيه انا بعت القضيه ان انا الشيطان كمان عايز ياخد فكري وياخد ناس كتيره عماله تفكر في الغرب عماله تفكر في داعش. المشكلة مش في داعش ولا في فرعون اللي مستعبدني، المفروض أفكر في ليه الله سمح لداعش، ليه سمح لفرعون. احنا بنتكلم أنا وانت كتير في النقطة دي ودايما انت بتقول لي ضعف إيماننا أو مفيش حتى فرعون مش بإيده يا أبويا ولا داعش بإيدها. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. ليه سقطت الشعرة؟ مش أشوف إيه سمح الله ليه سمح إنه لما هو محدش يقدر يعمل شيء غير بإذنه فسمح ليه أذن ليه أذن ليه إن فرعون يزل شعبه 400 سنة أذن ليه أذن ليه إن يجي نبوخذنصر يزل شعبه أذن ليه مش إن فرعون وحش فعمل قصائد على فرعون لا الناس انشغلت بفرعون وحش وداعش وحش ماشي داعش وحش وبعدين مش أعرف ليه الله هو داعش بمزاجها تدخل ولا الله لما أمرها بسمح. مش الله دي مشيئته لا مش مشيئته لا لا ولا فرعون ولا مشيئته إن شعبه يتزل لكن ليه سمح كده والطوفان هو مش حابب إن الناس تغرق لكن ليه سمح لأن الناس بعدت وهي مش دريانة زي سعالب دخلت وإحنا تلهينا في 100 حاجة والطريق نفسه كونوا كاملين مين مشغول يا أبويا يعني تفكر معايا مين مشغول بكونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات مش مين مشغول إنه يوصل لها مين مشغول جوهرها معناها الخطوات مين مشغول بالموضوع نفسه تلك الصورة عيناها زي ما قال المسيح في إنجيل يوحنا 17 إن عايزكم تبقوا واحد زي ما أنا والأب واحد كونوا واحد إزاي كونوا واحد مين اللي مشغول إزاي أبقى واحد زي ما كان المسيح واحد في العقل في مين اللي مشغول يعني هو اللي هل هناك ما يمكن تدارك او مقاومه او الوقوف امام هذه النبوءات كي لا تحدث لو شفنا اهلي نينوى عملوا ايه وعملنا زيهم يعني مسوح وصيام وصراخ الى الرب دي دروشه بالنسبه للناس الوقت بقول لك انا كده دروشه اهلي نينوى كانوا في العهد القديم وبعدين الله رفع العقاب يقول ستنقلب المدينة بعد 40 يوم ما انقلبتش ليه؟ ما هم طلبوا من الله طلبوا من إله حتى ما يعرفوش الله ده احنا دينونتنا فظيعة فظيعة أيوة بعد ما طلبوا قالوا له أيها الإله اللي احنا مش عارفينك زي ما أفادوكسية بتقول يا من خلقتني ارحمني ده طلبوا من الإله اللي مش عارفينه زي ما فرعون آمن بالإله اللي ما يعرفوش قال هل نجد إنسان فيه روح الله الله انت شعرفك بالله الذين بلا ناموس هم ناموس أنفسهم دول تجاوبوا مع روح الله اللي جوه كل إنسان فرعون تجاوب أهلي نناتج أحنا جوه الكنيسة بنقعد نعمل قصائد على داعش باشي وبعد ما عملنا القصائد على داعش وحشين يا وبعدين مش أشوف ليه الله سمح لداعش سمح لفرعون يدخل فطبعا لو عملنا زي أهلي نينوى بيقول أهلي نينوى سيدينوا هذا الجيل لبسه مسوح مش شرط مسوح حرفي فهمك صوم وصلاة توبة احنا في ايام صعبة فعلا احنا الحق اختلط بالباطل والدنيا ضايعة والكنائس بقت كنائس نائمة بدل ما تكون كنائس قائمة انا بعاني دول بيروحوا للناس اللي بيشهدوا الرب بيقولوا انت مش ايمانك يبقى جواك يعني ايمانك يبقى جواك هي دي البشارة لما انت مش عايزين تبشروا مش عايزيننا احنا نبشر طب سيبوا لنا أولادنا يبشروا ليه بتخوفوهم ليه بترعبوهم ليه بتديهم المسيحية المدجنة أو المسيحية ليه إحنا ما نهتمش بحياتنا إحنا حياتنا فيه
مفروض أنتم لستم من هذا العالم، لا إحنا اندمجنا في العالم وبقينا جزء من العالم. أنتم لستم، مش شرط أطلع، ما إيليا كان في العالم ودانيال كانوا في منتهى القداسة وبولس الرسول كان في العالم، بس أنتم لستم من هذا العالم. لو كنتم من العالم لكنت تحبون فعلا، يعني لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لكن أنتم مش من العالم. المنهج نفسه يا أبويا مش واضح. أنا مفروض أموت، إن متتم مع المسيح فين الموت ده؟ الموت يعمل فينا ومن أجلك نمات كل النهار وحسبنا مثل غنم للذبح، فين ده؟ ده احنا عايشين وعايشين وعايشين، ولما بناخدش كل المتعة بنقول ليه يا رب سبتنا؟ لو ما خدناش كل المتعة بنقول يا رب يا ظالم ايه ده فيه؟ لو ما خدناش كل الشبع واللذة من العالم يبقى الله حرمنا يا رب يسوع. ده ما احنا مش ده بيقول إن أردت أن تكون كامل باع كل مالك، دي اسطوره يعني الايه دي حاليا اسطوره. ابيع كل مالي، ايوه طب افهم ليه، مين اللي بيسال يا ابويا دلوقتي ليه ابيع كل مالي؟ حتى مش لازم حرفيا، بس ليه الله طلب مني من لا يترك جميع امواله؟ ولا واتكررت كام، 3-4 مرات في العهد الجديد، في انجيل لوقا اصحاح 12 بيقول لك بيعوا مالكم واعطوا صدقه. بلاش اعيشها حرفي، بس ليه الله طلب؟ حتى الناس مش مشغوله، يعني بيعوا مالك ومعطوا صدقة ومن لا يترك جميع أمواله ليس أحد ترك بيتا وإخوة. أنت حضرتك الآيات دي بالأيام دي بتراث حاجة قديمة بقى بنتفرج عليها ودرواشة لا ودرواشة ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أخوات أو امرأة أو حقولا أيوة مش لازم حرفي. طب افهم حتى ده النقطة اللي بقولها، مين اللي مشغول يطلب من الله يفهم؟ طب هو عايز ليه أبيع حتى لو ما بعتش حرفي؟ طب ليه عايزني أبيع؟ وليه من يوضع نفسه؟ ليه أوضع نفسه؟ طب وإيه هو وضع النفس؟ يعني شوف كم حاجة المفروض نتشغل بيها. هو 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 إحنا بعدنا خالص، إحنا ولما غادرنا روح المسيح اللي المفروض نثبت فيه ويثبت فينا خلاص مش شايفين غير العالم اللي احنا ونحن مستوطنون في الجسد وغرباء عن الله، احنا اتغربنا عنه. بالضبط. اقول تاني ان في ضيقة على الكنيسة مرعبة، البابا هيتخطف، شفته بيتاخد وبيتاخد اكتر من مرة، والاساقفة بعضهم يتخطف ويتقتل. يتقتل ما شفتش، انا شفت ان هم مسكنهم وربطنهم لكن يتقتل، انتهى المشهد على كده. طيب وفي دم قادم على مصر في مصر؟ لا دم، وفي جثث كمان مش هيلاقوا يحطوها فين، في الصعيد. يا ساتر يا رب، في الصعيد من المنيا لغاية سوهاج. المنيا داعش دول مستعدين دول، ربنا يفطرها. والمية والأكل، المية هتنقطع وهيقعد فترة طويلة الناس مش لاقية مية، بس ما عرفش السبب إيه، لكن في مجاعة. أنت في مجاعة رهيبة يا ساتر يا رب. فأنا برضو معاك، أنت بتخوفني وبترعبني، واخد بالك؟ مش أحسن من الناس تتصدم؟ لا أحسن من الفجأة. أحسن من الفجأة، يأتي فجأة وما لك. وبين يعني في حاجات بدأت تبان، وأصحاب لي في أمريكا قالوا لي بايدن ابتدى يكلم نفسه قدام الناس، عايز يثبت ربنا للناس إنه هو مش متزن عقليا. أكيد حضرتك سمعت بيسلم على الهوى. فهل دي أرواح؟ طبعا أنا مش مطالب أقول هو بيعمل كده ليه. هل دي أرواح؟ هل هو اتجنن؟ ده اللي الناس العالم بيعبده؟ بيعبده صح، بيعبده هي القوى الأعظم الآن. طيب أنا هرجع بيك لحتة تانية مهمة قلتها لي قبل التسجيل وبعدت لي تسجيلات لي الست اللي بتتكلم معاك وبرضو عندها الرؤية واضحة وبتقول لك نبوءات. سمعني كده ملخص للي قلته بعد إذن حضرتك. بدأت الضيقة بالفعل والناس مش دريانة ده، هي ليها سنتين والمسيح قال لها بالحرف الواحد من سنتين أو سنة ونص شهر 3 هتبدأ الضيقة، فالناس اتهكموا عليها لأن عدى شهر 3 السنة اللي فاتت. طب ما هو قال لنوح إن هتيجي ضيقة وعدت 100 سنة، ده هي يعني هي السنة ونص دي. وفعلا شهر 3 بدأت الحرب العالمية الثالثة، شهر 3 السنة الشهر اللي فات بدأ. وأنا سمعت صوت من 3-4 سنين من السماء هز الكون كله بيقول لي يونيو،
وبعد كده بيقول لي يوليو. فهمت ان ده هتحصل يعني ايه. ففهمت ان في شهر 6 ده زي ما يكون. فقال لي ربنا ابتدي اجمع حاجات لان عند شهر 6 مش هتلاقي حاجة تجمعها. طيب خليني مع البنية اللي بتكلمك واللي انت بعت لي بعض تسجيلاتها وحتى كلمتك ان انا وانت لا مش انت الصف انت لك 20. قال لي الدكتور رحومة هيكون هو الاعلان الاخير والبوك الاخير عن طريق وسائل الاعلان. هيكون البوك الاخير اللي بيعلن الكلمة الاخيرة او اللي قبل في الاخر خالص الحق كاستخدام يعني هستخدمه كبوك اخير بالحرف الواحد. ايه ملخص النبوءات؟ هل التقت مع نبوءاتك ولا زادت في الصوره؟ هي انا من 10 سنين هي بدات تشوف من 3 سنين او حاجه زي كده 4 سنين. لا انا من 20 سنه بشوف بدقه حكايه وقوع امريكا والحجر اللي بيقع. ومن 10 سنين سجلت تسجيل رساله المسيح. ايش قال لي اكتب رساله المسيح لشعبه الجزء 22 ده تقريبا من 10 سنين. قايل ان امريكا بتقع، قايل ان هي واحد رئيس اسود او اسمر بيحط حقن. خد بال حضرتك في حاجات ببقى في وقتها مش فاهم كل حاجه. قلت ان هي بيدخل في ايده حقنه بس مش طبعا في وقتها ما اعرفش ان ده الفاكسين، انا ما اعرفش ان ده. فانا تخيلت انه بيتعاطى او عبد من عبيد الشيطان او عامل عهد. هو فعلا عامل عهد ومن عبيد الشيطان بس في وقتها ما كنتش فاهم قوي حكايه الخدعه بتاعه يعملوا فيروس وينزلوا فاكسينات وفيها مواد. حط الفاكسينات يا عم خلاص صلي لي بقى خلاص اعمل بالإيمان. انا مش هيحصل اعمل ايه؟ قال لي المسيح كل اللي ملهوش علاقه بيا يا اما هيجيله ضمور في العضلات يا اما عقم يا اما ايدز. يا دني الأولاد، يا دني الأولاد. اللي ما عندوش إيمان. نعرك فل، نعرك فل. ما عندوش إيمان. بس إحنا يعني لما بيمرض حد بيروح للدكتور. لما بيقولوا في فيروس ولا في مصيبة بنروح بناخد زي الناس عموما. مش غلط بس هو صلاة الإيمان هي درجات إيمان يا أبو. أنا الحتة دي بالذات مختلف معك فيه. انت يعني استاذنا في النبوءات لكن الحته دي انا معترض عليك فيها. لكن زي ما بقول اللي هي الفاكسين وخطورته على الناس وده 666 لا انا ما اعرفش. لا ما اعرفش حكايه ان ده 666 لا انا اللي اعرفه ان صوت ربنا بوضوح قال لي اللي ملهوش علاقه بيا وخده علشان يكون. بس ده مش منطبق على حضرتك. اللي خده علشان هو ده ايمانه ان هو ده اللي هيخلصه وهو ده العلاج بتاعه. لا مش بيخلص بس هو احنا بناخد يعني بنعمل زي عموما خلينا في حاجه. بص يا ابويا الملاك بتاع بركه حس ده مش غلط ان بينزل ملاك. لكن انا دلوقتي لو شايف المسيح معدي ليه انتظر الملاك يجي يحرك الميه؟ لا صح ما هو جابوا الجميع به يبطل كل شيء. الملاك مش غلط، الادويه مش غلط، والعلاج مش غلط، بيبعت ملاك رحمه. الحته دي حلوه قوي دي عايزه بقى ايه غدوه حلوه. تعالى بس مش غلط ملاك والطبيب ملاك والأدوية والعلاجات ملاك رحمة. حلوة الحتة دي حلوة. لكن اللي شايف إلهه ماشي معدي جنبه يستنى الملاك يبص على الملاك وينظر للبركة ورجائه يكون في البركة. طلع عبيد ده شاف المسيح ويقول له ليس لي إنسان. طب ما أنا جيت ده طلع عبيد زينا يقول له ليس لي إنسان. هو مش غلط بقول لحضرتك الطب مش غلط وكل العلاجات مش غلط. لكن انت قدامك حاجتين، قدامك بركة منتظر ملاك لكن طب ما إلهك معدي. دلوقتي انا هقسم النبوءات لثلاثة، حاجة قادمة على امريكا ودي مقدمتها باينة. امريكا هتبقى تراب على الارض عشان اريحها. قلنا بس بعد الشر يا عم اسكت بقى كفاية. لا كانت فعقل الله كانت وانا اصر واصر واصر أمريكا هتيجي على الأرض وأصر أمريكا كل اللي فيها هيرجعوا وأصر لأن ليا 20 سنة بشوف كده
بكل الأبعاد. يعني أمريكا عبارة عن تراب. يعني أنا لما أجي أمريكا تبقى تراب طبعا أروح فين تاني يا ربي؟ في ناس هتظل فيها. لا أنت ممكن تقعد على السحاب. مش طردونا من بلدنا يا عم. طيب. أنت مضمون تقعد في السحاب. طيب. أنا اللي أنا متأكد منه أمريكا مش هتلاقي الأمريكان الأصليين مش هيلاقوا رغيف عيش ليهم. ودي ليه 20 سنة ربنا بيقول لي لأنهم قبلوا كل شر أكتر من سدوم وعمورة. قبلوا عبادة كل إله غير الله. يبقى احنا يعني شوف الافتراء بتاعهم. يعني انتوا مالكم بالوطن؟ لا ما انتوا عندكم كل حاجة. مالكم بالبلاد التانية؟ ده جنان ولا جنان ولا جنان. يعني أنا لو مسكت بس رئيس أمريكا أنا مش عارف هعمل فيه إيه. انت يا عم انت يعني مش كل حاجة بعقل. انت عايز إيه تاني؟ ما الافتراء برضو ليه حدود. ايه اللي طايح في الوطن العربي؟ مالك انت؟ خلينا دلوقتي دي النبوءه الخاصه بامريكا. دخلنا على النبوءات الخاصه بالضيقات اللي قادمه على الكنيسه، وهي البابا والاساقفه هيختطفوا. وفي دم قادم على الكنيسه كتير جدا كتير. وفي بقى اللي قادم على مصر مجاعات. مصر مجاعات وضيقات قادمة على شعب مصر جميعا. في ناس هتموت من العطش، من ناس هتموت من الجوع، ناس هتموت من السيف. طيب وبتقول لي برضو ده يتفق مع النبوءات اللي بتحكي. انت بتحكي يوميا مع لا مش شرط. لا مش يوميا، ممكن مرة في الأسبوع حاجة تقولها لك. طب ايه الجديد اللي تعتبره قالته لك امبارح واول امبارح؟ المجاعة بدأت بالفعل، والحاجات السلع بدأت تقل بالفعل، والعد التنازلي المسيح بيقول خلاص بدأ بالفعل كمجاعة أو ضيقة. خد بال حضرتك العالم كله بعد دون أن يدري أنه بعد بعد مش متوقع. الناس افتح الإنجيل، ما هو ده المرآة. صح مقارن. يعني مفروض نقارن. ما أنا بقول لحضرتك كونوا كاملين فينها. يعني شوف قدامك العالم، كونوا كاملين كما إن أباكم لازم. طب ما ربنا صبر علينا كتير قوي. يعني مش حكمته عجيبة. مش هيصبر شوية السنين دول ولا إيه؟ ما صبر علينا ما هو كامل الحكمة. ما الشر وصل خلاص عم. الناس بتقتل الأطفال عشان تقدمها قرابين. يا أبويا ده أنا بشوفها في رؤى كتير، في أماكن فيها مش عايزة ألمح، فيها كنايس وفيها رعاة. في رعاة بدأوا من يبقوا من عبيد الشيطان. يا ساتر. كانت رأيات والشكل حط لابسين صلبان، كل دول من عبيد الشيطان في أماكن كتير مش في مكان محدد. بس في بؤرة للحاجات دي في أوروبا. المسيح قال لي ده بؤرة عبادة الشيطان للأسف. طيب سمعتم. كنت عايز أقول الآية بتاعت سمعتم أنه ضد المسيح يأتي، ها أنا أقول لكم أضداد كثيرون جم. في رعاة كتير زي أريوس، وفي رعاة كتير كده. طيب أنا عايز أقدم للناس، إحنا قدمنا الصورة التي تراها حسب نبوءاتك وحسب توجهاتك وحسب صلاتك وحسب يعني أنت مكرس للرب. انت ما يعني حياتك للرب وانت شايف موت. انا مت من زمان. يعني انا سبت من انت حضرتك قلت لي في ناس بيقولوا عايز تيجي امريكا، ما احنا كنا مهاجرين امريكا. عايز تروح اوروبا، ما انا كنت بدرس في اوروبا. انا سبت كل ده. فانا مت لما شفت المسيح، وانا من ثانوي وانا طفل بشوف المسيح. بس اكتر حاجه انا كلمتك من 3 سنين وقلت لك التذاكر بتاعتك جاهزه، اتفضل حدد الميعاد. قلت لي هصلي، وبعدين قلت لي امريكا مش في خطتي او مش خطه ربنا لي. قلت لك ماشي يا عم، بتسيبني زي بعض الله يسامحك. هي ناحيه ونتحرك. طيب انا ايه اللي نقدمه للناس الان؟ الصلاه. نقدم ايه للناس؟ الخلاص. الخلاص رجعنا فيك يا إلهنا. أكيد الرجاء ده لا ينتهي وملوش وقت. بالظبط. الخلاص بالالتفات، بيقول التفتوا إلي فتخلصوا، ارجعوا إلي. بص في آية اتكررت في الكتاب المقدس في سفر يوئيل، سفر أعمال الرسل، وعادة تاني في يعقوب بطريقة تانية، بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم بالنوح والبكاء والصوم، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. قالها في يوئيل، قالها في رسالة يعقوب،
قالها في أعمال الرسل. يعني الآية هي بيعيدها ويزيدها، ارجعوا إلي أرجع إليكم بالنوع والبكاء، ومزقوا قلوبكم. يعني التفتوا إلي، الموضوع الالتفات مش أعمل كده، التفات يعني أدي ظهري للعالم، التفتوا مش أنظروا إلي، التفتوا إلي يعني الانشغال يكون بالإله وبالهدف بالطريق. أنا مخلوق ليه؟ أنا مخلوق ليه؟ من البداية شوف سفر التكوين إصحاح واحد، تقرأ كلام الوقت تضرب كف بكف. ده بيقولك في سفر التكوين إصحاح واحد آخر سطر بيقولك أعطيت لكم البزار بقولا، يعني أبسط حاجة، طعاما لكم وللطيور. يعني كنا زي الطيور، المخلوق الإنسان ده الأول كان زي الطيور، في حتى الوحوش كانت بتاكل بزار، الناس بحاجة بسيطة أطم من الثمرة. عارف لما تقارن آدم بيهوذا بيقولك وبعد اللقمة، يعني يبدو أن الحاجة بسيطة، بعد اللقمة دخله الشيطان. يا ما سألت في مدرس الأحد هو الكتاب بيقول إيه يا أستاذ في مدرس الأحد، بقوله مش فاهم حاجة، إيه بعد اللقمة دخله الشيطان؟ قال لي هو الكتاب قال كده، يعني يهوذا وحش. قلت له لا، مش دعوة بيهوذا، إيه اللقمة دي؟ عايز يقول لنا ربنا أن ممكن حاجة بسيطة زي فيروس، حاجة بسيطة جدا، سعالب مفسدة للكروم، حاجة بسيطة أطمة، يعني حاجة بسيطة خلت عيسو يبقى زي الحيوان، حاجة بسيطة أطم. أهل ليه بني إسرائيل بيقولك أهلك منهم 23,000 واحد، بيقولك اشتهوا عايزين سمك وقراط وبطيخ. عايز الله يخون الإنسان روحاني وهم عايزين يبقوا جزدانيين، يسيب المن هذا هو المن النازل من السماء. فالموضوع يبدو بسيط، ان الناس بحثت عن العالم، الاكل، الغنى، الفلوس، يعني الله مفروض يكون هو الغنى، الشبع انا خبز الحياه، الفرح والراحه ما مش هم تدورها مش هتلاقي، لان انا مش مخلوق كيان ترابي، انا مخلوق روحاني. بص يا استاذ هاني، انت خوفتنا وارعبتنا، بس ايضا فتحت الباب لينا، اللي عايز ينجو الطريق اهو، التفت بس، اسال الله ليه انت مخلوق، حققت ايه منه من البتاع ده، بص للمراه، اطلب مراه، اطلب. اخر اصحاح في الكتاب المقدس بيقول ان في ملاك كان ماسك قصبه، اطلب من الله تقيس انت مشيت قد ايه من الطريق، انت تشبه للمسيح في ايه، امين، قد ايه بنيت، قد ايه طول السنين بتروح الكنيسه، طب فاضل من البناء فين، حساب النفقه يا ابويا، حساب النفق، ان احسب، هل حاسب الناس بتشوف كسبت قد ايه، بتاكل قد ايه، كلامك، طب انت بنيت في المسيح قد ايه، يعني انت حققت الهدف الله خلقك منه. مشغولين ان البروتستانت يرد على الكاثوليكي حلاوتكم، مشغولين الكاثوليكي يرد على الارثوذكسي حلاوتكم، مشغولين ازاي نكتب قصائد ان داعش وحشه، يا سيدي وحشه ولا حلوه، انت مخلوق ليه، والمسيح هيجي لك بالليل. فالمهم قدر الناس، بيقولك لا تقف في كل الدائرة دوامة، قدر الشيطان من أيام آدم لما أطم الثمرة بيقولك سمع صوت الرب الإله أتيا عند هبوب ريح النهار، داخلين في دوامة جوه الكنيسة، دوامة نتخانق جوه الدير، بنتخانق والطوائف بتتخانق، طب أنت بنيت قد إيه؟ يا رب التفت إلينا يا رب، التفت إلينا يا رب. طب ممكن تصلي لنا في نهاية هذه الحلقة المؤثرة؟ انت يا ابني صلي انت، عايز اسمع صلاتك حبيبي ارجوك. بسم الله والابن والروح القدس الواحد. الهنا الحقيقي، الهنا الطيب، الهنا الحنون، طلبنا وجهك يا رب، وجهك نلتمس، لا تحجب وجهك عنا يا رب. يا رب ما فيش قدامنا كلمات تعبر واحنا في بداية أسبوع الألام عن قد إيه انت ضحيت من أجلنا واحنا مش حاسين. انت قلت مدد يدي لشعب معاند ومقاوم، السور يعرف قنيه والحمار بيعرف معلفه، أما شعبي سمحنا يا رب، حتى البهايم يا رب أحكم مننا في معرفة مكان الشبع
ومش كده وبس، السور يعرف قانيه يعني من اقتناه، وانت الحقيقة اقتنتنا بكل ما عندك. أمين. انت بنفسك قلت ماذا يصنع لقرمي وانا لم اصنع، الا اقدر اعمله تاني وما عملتهوش. احنا يا رب هنقول لك زي ايوب لما جالك في الاخر بيقول اندم في التراب والرماد، تكلمت بعظائم فوق رأسي، سمع الأذن كنت بسمع عنك. احنا يا رب عدت أيام وسنين بنسمع عنك لكن مش شايفينك. انت كاتب لنا في الكتاب الذي رأيناه شهدناه مسكناه، احنا يا رب مش حاسين بيك أصلا. يا رب سامحنا، طول حياتنا بنسمع عنك لأنك انت روح، واحنا ما سعيناش ان احنا نسلك بالروح، عشان كده مش حاسين بيك، فاضطرينا ندور على ابار واضطرينا نبحث عن شبع تاني غيرك لاننا جعانين. ومرت سنين طويله وخلاص استسلمنا لشبع الجسد فصرنا غرباء عنك. يا يا رب عد، افتح عيوننا واجذبنا، والنعمة اللي انت سكبتها على أهل نينوى بنطلبها. أيوة احنا ضعف وخطى، أيوة احنا عوجنا المستقيم، صلبناك جرحناك تعبناك ألمناك وبشيء مش منطقي ومش طبيعي، لكن أبوابك مفتوحة وإيدك ممدودة. أمين. زي ما سمحت يا رب أهل نينوى وأكدت لنا أني لا أعود أذكرها خطاياكم، بنترجاك يا رب أحنا أوحش من أهل نينوى لأن شفنا وعرفنا، لكن سمحتهم والسامرية ولا حتى يا رب عتبتها بكلمة واحدة، لأنك بتنظر للرغبة والإرادة وصادق وصالح. جايين لك يا رب بصدق، بنقول لك مناش غيرك، كل حماقة وعناد وعدم حكمة وعمى اتصرفنا يا رب معاك. أرجوك يا رب، أنت العالم بضعف البشر، سامحنا، ادينا يا رب فرصة تانية. أرجوك زي ما شمشون طلب منك طلب وحيد قبل ما يموت، نقمة واحدة يا رب، نقمة واحدة، اديني بس النعمة الأخيرة دي أعوض اللي أنا أتلفته وجرحته. أرجوك يا رب ادينا النعمة اللي عطتها لشمشون، إن أمات في اليوم اللي مات فيه أعداء أكتر من كل أيام حياته. بنقول لك يا رب سامحنا، طلبنا وجهك يا رب، وجهك نلتمس. أمين. لا تحجب وجهك عنا يا رب. أمين يا رب، ليك كل المجد يا رب. آمين 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 آمين. يا رب يا رجل الله، دوبتنا بصلاتك الحلوة. أنا بصرخ معاك في سبت علي عازر، أقول يا رب قومنا قومنا معاه، قومنا يا رب، احنا متنا وأنتنا، قومنا قومنا يا رب، خلينا نتوب يا رب، خلينا نتوب يا رب، ونقبل نقبل نجدد إيماننا، نقبل نرجع لك، نقبل نعرفك يا رب، ونقول الآن رأتك عيني يا رب. خلينا نصرخ ونقول الآن رأتك عيني. أشكرك يا خادم الرب، أشكرك يا حبيبي على الرسالة المهمة للبشرية، مش للمصريين ولا لأمريكا، للعالم، للعالم، للمؤمن وللكافر، لليهودي، للملحد، لكل العالم، رسالة يسوع على لسان خادمه، خادم الرب هاني جرجس. وقال أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم. هو عايز إن احنا نعيش حياة، احنا ميتين واحنا مش مقتنعين إن احنا ميتين، احنا فقراء ومش مقتنعين ان احنا فقراء. يا رب يا رب، احنا اصعب من حالة الابن الضال، احنا ادمنا الخرنوب.
يا رب أدمناه يا رب. وصار في قلبنا ودمنا يا رب. فبقي الله بالنسبة لنا غريب يا رب. أشكرك أشكرك. لا يا حبيبي أنا اللي بشكرك يا أبوي على تواضعك ومحبتك. الله يبارك. وأشكركم أعزائي المشاهدين، كانت هذه حلقة من أهم الحلقات على قناتنا قناة اليوتيوب. صلوا من أجلنا، انتظرونا في حلقة جديدة. لا تنسونا في بصلاتكم أبدا، وحسمكم ودعمكم ومساندتكم لنا حتى توصل رسالتنا. في نهاية هذا اللقاء أكرر شكري لخادم الرب الأستاذ هاني جرجس، وأشكركم جميعا، وإلى لقاء سلام الرب معكم. آمين آمين.